جب حجاب پردہ غیبت اٹھایا جائے گا ایک دن وہ آئے گا. I would like to invite Maulana Haji Muhammad Najafi Sahab for the recitation of ayat from Quran about Imam Mahdi alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت وفرعها في السماء. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذلك
وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ حَتَّى فستعلمون من أصحاب الصراط السبي ومن اهتدى. صدق الله العلي العظيم. رامس مهدي کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ مانگنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا. صدق الله العلي.